دائما تكون نتيجة إيجابية، خاصة وأن هذه النتيجة إيجابية جات بعد أسبوعين اللي كانوا قاسيين بالنسبة للناس، خاصة من الناحية المعنوية. نظن بلي حتى الأداء تاع اللاعبين كي شفتوا لاحظتوا لعبنا بخوف وبضغط كبير. نظن بلي هذه النتيجة راح تحررنا لباقي المقابلات. الآن على بالنا بلي المقابلات اللي باقي لنا 9 مقابلات لازم نكونوا أقوياء، خاصة من الناحية الذهنية، لأن الضغط راه يزداد من يوم إلى آخر، وحنا ملزمين الآن لازم ننشينو اون سيري دو ريزولتا. هذا هو مصيرنا، ربنا يأيدينا، خط الوصول ما راهش بعيد. قدمنا كاع واش كان عندنا ودنا درنا كل شيء باش نفوزوا بهذه المباراة، باسكو الأنصار كانوا مع مساندينا معاونينا، وماغري لعبنا ماتش ويكلو بصح كانوا حاضرين معنا. دونك هذا شرف لينا وحنا نحوسوا نلعبوا على البطولة. التدريبات كانت جدية كبيرة بعد الفوز اللي حققناه، الفوز المهم اللي حققناه أمام اتحاد بسكرة. كانت أجواء رائعة في التدريبات، نحاولوا باش نحاول نطولوا هذه الفترة هذه تاع الأجواء هذه، لأنه شيء مهم بالنسبة لنا.